أيها المسلمين والمسلمات، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها المسلمين والمسلمات، أنتم سمعتوا البارح ديك الزنديق ديك الديوتي ديال عيوش شنو بغى يدخلنا في التعليم للأبناء ديالنا في المدارس؟ حرية الجسد، حرية الجسد. ها هو فسر لكم في الفيديو ديالو، ها هو فهم لكم. دابا اليوم قال شي حاجه كثار من حريه الجسد، عرفتوا؟ هذا عيوش، هذا الديوتي، هذا فرعون. شنو قال دابا؟ قال القران ما نزلش عربيا، كيكذب كلام الله. كيقول هذا الديوتي دعيوش او لا عايشه بان القران ما نزلش عربيا. والله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نزل بالروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي، بلسان عربي مبين، وانه لفي زبر الاولين. صدق الله العظيم. وكتجي ايه اخرى كيقول بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. وعجل الديوتي هذا المجرم، هذا الخنزير، هذا الحلوف، وعيكذب كلام الله. أيها الإخوان، أيها المسلمين، دابا بغينا نعرفوا الأصل والأجداد عيوش مين هما. عيوش خصنا نعرفوا بان الاجداد ديالو من الصهاينه، والاب ديالو يهودي، والام ديالو فرنسيه، وهو مجوز بيهوديه. نعلكم الله الى يوم يبعثون، نعلكم الله الى يوم يبعثون. وابنه، هانتوما كتعرفوا الابن ديالو عيوش اللي عمل ديك الفيلم الزين اللي فيها، الزين لعامر الفاسقات والعاريات والراقصات والفواحش والمناكر. أيوة عيوش، اتق الله وتوب إلى الله، الباب التوبة مفتوحة، توب إلى الله وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوب إلى الله سيتوب عليك الله. دابا حاجة واحدة اللي بغيت نعرف أيها الإخوان والأخوات، هي وزير أوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس الحكومة السيد العثماني ووزير التعليم، علاش ما كيقدروش يهضروا مع هذا الفاسق اللي هو معه في الحكومة؟ وفيتوما أيها العلماء، هذا عيوش تحداكم كاملين، تحدى وزير أوقاف والشؤون الإسلامية، وتحدى رئيس الحكومة، وتحدى وزير التعليم، وتحدى جميع العلماء في المغرب، وتحدى جميع الأحزاب الإسلامية والسياسية في المغرب. أنا دار معاكم بعض الأحزاب، بعض الأحزاب الإسلامية في المغرب. أفينكم يا جماعة العدل والإحسان؟ شعدكم ساكتين؟ لماذا هذا الصمت؟ لماذا هذا السكوت؟ يا حزب العدالة والتنمية، يا حزب العدل والإحسان، لماذا هذا الصمت؟ نهضوا وتكلموا بكلمة الحق في وجه فاسق، في وجه هذا الداغية، هذا المجرم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، باش نسكتوا، باش نساليو، انا علم عليا غير الله عز وجل. اقسم بالله اخوتي، لما كيهضرني عين النفس ديالي والغيره اللي فيا وربي اللي شاهد عليا، انا ما كنت منتج واحد يعطيني شي حاجه ولا يقول لي جزاء وشكورا. الا اطلب منكم لا جزاء ولا شكورا، كنطلب التوبه من الله، وكنطلب الاخر ديالي ربي دخلني الجنه. حق لا اله الا الله. اسمع عيوش، واش يا عيوش، حق لا اله الا الله، لسم رسول الرحمن الرحيم، وكنت هنايا في طنجه، ياك الاعدام بالسيف
ما بقاش في العالم. وكنت هنايا في طنجة حق لا إله إلا الله اللي تسمى رسول الرحمن الرحيم، تندبر شي سيف بحال هذا والله تقطعني يمك الراس ديالك على الكسدة ديالك، والله العظيم تنزول لك الراس على الكسدة ونقدم راسي من عند رجال الأمن بيدي. وإذا كان باقي نكتب لله نقوز آخر ديالي في الحباسات وفي السجون في سبيل الله فأنا مستعد، أنا مستعد حق لا إله إلا الله. ودابا آخر كلام اللي غنقول لكم، عرفتي شكون كيتحمل المسؤولية دهاد الزنديق ودهاد الزنادق بحالو بزاف؟ رئيس الحكومة اللي هو في حزب إسلامي ولكن كيتخبعوا في الإسلام حتى كيطلعوا للانتخابات وكينساو الإسلام. كنحمل المسؤولية الوزير العادل، كنحمل المسؤولية الوزير التعليم، كنحمل المسؤولية لجميع العلماء، كنحمل المسؤولية لجميع الخطباء في المساجد، كنحمل المسؤولية لجميع الأحزاب الإسلامية والسياسية. وآخر كلام اللي غنقول لكم بعد الصلاة والسلام على رسول الله، صلوا على رسول الله، صلوا على رسول الله كاملين بكم المغاربة المسلمين، صلوا على رسول الله. من صلى على رسول الله صلاة واحدة صلى عليه الله عشرة. صلوا على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.